السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الذهب اليوم، سجل الذهب عيار 24,308.5، البيع 1,297.25 قرش، الشراء الذهب العيار 22 سجل 1,199.5، البيع 1,189، الشراء الذهب عيار 21 سجل 1,145، البيع 1,135، الشراء ذهب عيار 18 سجل 981.5، البيع 972.75، الشراء ذهب عيار 14 سجل 763.25، البيع 756.75، الشراء. أما الذهب عيار 12 سجل 654.25، البيع 648.5، الشراء. الذهب عيار 9 سجل 490.75، البيع 486.5، الشراء. أما جنيه الذهب، جنيه الذهب سجل 9,160، البيع 10,060، الشراء. أما الأونصة بالدولار الأمريكي، سجلت الأونصة 1,657 دولار، البيع 1,656 دولار، الشراء. فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ودعمنا باللايك ليصلكم كل جديد، وشكراً.